اوكي في نفس المحور ده انا ممكن اضيف عليه كلام اخواتي. طيب انه حاليا احنا في السعوديه ولله الحمد والمنه اهلها ربوها تربيه صحيحه وتربوا يعني من قبلنا بفتره طويله وخلوا البلد دي بسمعه رهيبه يعني من بين كل الجاليات العايشه في السعوديه ان كانت عربيه او اجنبيه. سمعه السوداني في البلد دي يعني حاجه مبالغه يعني اسال اي سعودي اكزاكتلي اسال اي سعودي بيقول لك السودانيين دي البرام يعني ان كانت من كرم شهامه اخلاق عاليه. فالحمد لله دي حاجه احنا متصفين بها كسودانيين. وحاليا في الوضع الحالي في رجوع اهالينا لبلادهم واحنا بقينا مسؤولين اكثر من نواحي عديده. الشاب داري يكون نفسه داري يستقل داري يتزوج داري يعمل حاجات كثيره وفي نفس الوقت مسؤول من اهله. لاقي انه انا يعني بعبر على الشباب اللي في سني الحمد لله يعني بنقدم نموذج جميل جدا ما شاء الله يعني اغلب برضه كمان مسؤوليتكم انتم كشباب بالوصف اللي انت ذكرته ده الفئه الحسي ذكروها السحر وناهد صحيح اميره هي فئه مسؤوليتنا كمان برضه اكيد طبعا كيف نقدر نطلعهم من المستنقع ده او من الحضيض ده لكن لو أكيد. رجال يعني أكيد. واحد بيوصل مرحله يعني يكون ناس صح. كبار يعني يكون حتى لو كبار احنا محتاجين لنا برضه هم دفنلي دفنلي انا معك في الحاله دي 100% لكن الله سبحانه وتعالى قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صح يستحيل في النهايه الواحد ده يعني احنا كنا اطفال وعشنا وشفنا الدنيا دي يعني انا عشت في تولدت بريطانيا في لندن في سانت ميري هوسبيتال لحد ما عمري 6 سنوات بعدين ابوي كان شغال في هنا في السعوديه فاضطرينا انه نجي السعوديه ما كان عايز ان اولاده يتربوا في بيئه يعني هناك انت مثلا مفتوحة. لو دقيت ولدك ممكن ياخذوه منك في بريطانيا وفي العالم الغربي فعايز انه يربي ابنائه بالطريقه الصحيحه الطريقه الاسلاميه فده كان سبب خلانا نرجع. خلصت تعليمي هنا مشيت لبريطانيا قريت هناك فاينانس في هيرت وات يونيفرسيتي في اسكتلندا والسبب وبعدها بديت في ماسترز ديجري عملت بوست جرادويت دبلوما وبعدها دخلت في ماسترز ديجري